وعموما كثير من الذين يرون الاحتفال به وتخصيصه ببعض الأمور أو يجعلونه عيدا يقولون لم يشرع إلا في القرن الرابع الهجري. القرن الرابع الهجري ما فيه شرع جديد، فالشرع ختم عندما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى اليوم الله عليه أكملت لكم وسلم. دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه هفوة من هفوات بعض الفقهاء، يقولون هو عيد شرع في القرن الرابع الهجري. فهذا القراء الكلام متهافت متناقض. نعم، جيد. ولكن عموما ترى أيضا بعض الناس في المقابل يتشدد ويريد طمس هذا اليوم بالكلية ويرى أنها ليست مناسبة، ولا هذا فيه شفاء السرور مطلوب بنعمة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن أولى الناس بأن نفرح بأن اختاره الله لنا. والله سبحانه وتعالى قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من رحمة الله الله عليه وسلم. للمؤمنين، فعلنا أن نفرح به، والفرح به منه الفرح بمولده. وكذلك كون اليوم 12 يوم وفاته محل بحث، لأنه صلى الله عليه وسلم وقف في عرفة في اليوم 9 من ذي الحجة قطعا يوم الجمعة بالإجماع. وإذا حسبنا الشهور بالتمام أو بالنقص أو بتمام بعضها ونقص بعضها، لا يكون يوم الاثنين يوم 12 من ربيع أبدا. فالذين قالوا هو يوم الاثنين هو يعني الثاني عشر حساب فلكي، لو عدنا إيه؟ لا يكون 12 أبدا ربيع الأول، لا يكون يوم الاثنين. أبدا. هو ملاحظة مهمة. نعم، لكن العراقي في طرح التثريب قال: يمكن أن يكون المقصود أنه توفي ليلة الثلاثاء، ليلة الاثنين أقصد، وأن يوم 12 كان يوم الأحد، فنسب الناس أنه توفي يوم الاثنين يوم 12، بمعنى ليلة 13. وعموما حتى وقت وفاته صلى الله عليه وسلم مختلف فيه، فعن عائشة رضي الله عنها أنه توفي في وقت الضحى حين ارتفع الضحى، وقال بعضهم توفي ليلا وقال بعضهم توفي وقت الظهيرة. وعموما لا ينسجم ذلك مع ما ذكره الشيخ زين الدين العراقي رحمة الله عليه في هذا التأويل. نعم، لكن كمناسبة هكذا تواطأ عليها المسلمون لا ضير فيها شيخ ناصر. نعم، إذا لم تكن عيدا، إذا لم يعتقد الإنسان كونها عيدا ذكرى فلا حرج، مولد ذكرى المولد ويذكرون شيئا من شمائله. من شمائله، وقراءة الشفاء القاضي عياض بالتعريف بحقوق المصطفى، وأيضا ذكر السيرة النبوية العطرة، وإشاعة مثل هذا النوع لا حرج فيه، مع صيام اليوم الاثنين لأنه ولد فيه. نعم. جميل.